وما فيش حاجة اتغيرت، كل حاجة زي ما هي، ما فيش حاجة جدت. اللي بيشتغلوا في المدرسة هم هم، وجود ما بتخرجش تروح التغيير النادي معايا مع أصحابها، ما فيش حاجة جديدة. اللي خطف جود حد متابعنا وعارف تحركاتنا كويس قوي. طب ممكن يكون البواب؟ هو بنتي كمان. طب أعمل إيه يعني؟ أفكر إزاي؟ مفيش حاجة جدت خالص غير دكتور الجامعة، بس مفيش أكتر من كده. تليفون. فرح معلش ردي عليه. أنت جبت الميدالية دي منين؟ خانق معاكي مش كده؟ متضايق ان انا ما قلتلوش على الشغل، بس والله العظيم قلتله اكتر من مره، بس هو خلاص مبقاش واخد باله من اي حاجه انا بقولها. طب ما هو اكيد بيخبي عنك حاجات، اكيد مش بيقول كل حاجه. طبعا. هو انت ايه؟ عايزني اقلب عليه اكتر من اربعه؟ داليا ما تتوقعيش مني ان انا احبه، خصوصا انه اخدك مني. بقولك ايه، والنبي يا زياد بطلع لي بس خامات من الدولاب علشان اشتغل بيها بكره. دولاب وراك يا مفتاح، خدي اللي انت عايزاه. ايه ده ايه ده يا عم الفراش، انت شغل جامد جدا. حلوه دي عجباني، هاخدها منك. بس مش شايف انها حريمي شويه؟ شكل وراها قصه. قصه؟ بس كانت حزينه شويه. لا يا عم حزينه بلا حزينه، امسك انا ناقصه مش هاخدها خلاص، مش عايزه منك حاجه. خديها. ماشي. وادي المفتاح عشان تاخدي حاجة. ميرسي. من دكتوري في الجامعة زياد. زياد شوقي؟ بايتن. في واحد خطفني وحبسني في أوضة، تعال أنت ومامي خدوني. جود جود ما تخافيش، عمري ما جالك حاجة. جود 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 انت ايه هتفضل قاعد كده؟ مش كنت تروح معاهم؟ طمني يا سلمى، انا متاكد ان حمزه هيرجع البنت. عارفه يا سلمى، لو بنتنا احنا اللي مخطوفه انا ما كنتش هعرف ارجعها. مش وقت فرشت انت كمان دلوقتي. اقف هنا في البيت اهو. اسمعي اللي هقول لك عليه وتنفذيه بالحرف، هتكلميه دلوقتي في التليفون وتشتكي له مني وتقعدي تضيعي في وقت لغايه ما اشوف انا ممكن اعمل ايه، سامعه؟ يلا! حاضر. داليا ازيك؟ الو عايز ايه؟ انا تمام. ايه مال صوتك؟ لا العادي يعني، هيكون في ايه؟ بتخانق انا وحمزه، اتخانقنا ونزل وساب البيت. اه طب ما هو عادي، ايه الجديد في كده يعني؟ انا كنت عايز اتكلم معاك شويه، هو ينفع نتقابل؟ لا ممكن تعال. لا 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 خليك مكانك، انا هعدي عليك. خلاص تمام، نص ساعه وهكون عندك. الو
الو الو ساعتها كان عندك حق، أنا غلطت من تاني، بس عمري ما كنت متصور إن الغلطة دي ممكن توصلنا للي حصل النهاردة. بس صدقيني يا داليا، أنا ما خنتكيش مع البنت دي. أنا شفتها مرتين تلاتة وبعد كده قطعت معاها، وهي دي الغلطة الوحيدة. والله وحشني جدا. وأنت كمان يا حمزة. حمزة، معقول يا زوم يا حبيبي؟ يعني مهما كنت مشغول ما ينفعش تسيب مراتك كده لوحدها؟ يا حمزه انا بزهق قوي يا حمزه وانا لوحدي، ما تسيبنيش لوحدي، انا بجد بتخنق قوي. كيف
فاكره ان الشويتين دول هيخلوا دمك خفيف مثلا؟ يعني انت عامل لي مشاكل الدنيا والاخره مع اخويا، وبدل ما تصلح اللي ما بيننا بتمد ايدك عليا يا حمزه. بقول لك انا مش عايز جنان، ايه اللي ما بيننا اصلا ومين اخوكي؟ ايه نسيت؟ زياد شوقي اللي كان حبيب مراتك زمان. لو جبت سيره مراتي على لسانك هقطعه لك، سامعه؟ انا ما بجيبش حاجه من عندي، تقدر تروح تتاكد. كانوا بيحبوا بعض ايام الجامعه. شفت يا روحي القدر؟ زي ما احنا بنحب بعض دلوقتي. انت رايح فين؟ ايه ده؟ حمزه تعالى، ما تعبت بقى بجد. مساء الخير. ازيك يا زياد؟ انا هلبس وراح الكافيه، عايز حاجه؟ اه ممكن تسيب لي فلوس؟ عندك فلوس في المحفظه، خدي اللي انت عايزاه. زياد، هو انت زعلان مني في حاجه؟ هو في حد بيزعل من اخته الصغيره؟ خلي بالك من نفسك. استنى عشان ترد عليا، بكلمك طول اليوم. بقول لك ايه يا حمزه، انا مش لاعبه في ايدك. تقرب وقت ما تبقى عايز تقرب، وتبعد لما تحب تبعد. اظن ما يصحش تعمل كده مع مراتك ولا ايه؟ هو في ايه يا حمزه؟ واحده بتعكس. نامي صباح الخير. نامي. راح زياد شبه اخوها الوزاره وحاول يعمل شوشره لحمزه، بس طبعا كان عارف كويس قوي انه ما يقدرش يبني تصرفاته على كلام اخته. ليه يعني؟ مش فاهم. عشان كانت مريضه نفسيه زي اخوها. هو مين اللي كان مريض نفسيا؟ زياد كان مريض نفسيا. ايوه، زياد دخل المستشفى بعد وفاه اخته وقعد فيها فتره كبيره، وطول المده دي كان متهيألي ان احنا عاملين مؤامره على اخته. كان قبل كده حمزه طلب مني ان انا اساعده عشان البنت كانت بدأت تظهر له في أماكن كتير وتضايقه وتعمل له مشاكل، فمرة منهم أنا كنت معاه. يا عم بلا وجع قلب، ده بتتخانق معايا بعد الطلاق بنفس المعدل الخناقات اللي كان أيام الجواز. استفدت أنا إيه بقى؟ والله الحل من بعض يا عمر. لا بعيد الشر عليك من الطلاق يا عم. دي اللي بتحبك على فكرة. هي مشكلتها حاجة واحدة بس، إنها عندها ارتكارية مني. بس هي بتحبك. مش داليا بس اللي بتحبه، ولا لوحدها اللي مراته وليها حقوق عليه. ايه ده؟ قوم امشي، قوم امشي من هنا بقى، يلا بقى يلا امشي. اهدى بس، اهدى بس، اهدى يا حمزه. في ايه يا انسه خير؟ انسه؟ لا ده انت فايتك كتير قوي. انا مرات الاستاذ. مرات مين يا بنت المجانين؟ هو انت عايز تموتني؟ شاهد حضرتك بيعمل فيا ايه؟ ايوه شاهد، بس مش عليه. امال على مين؟ شاهد على الدكتور النفسي اللي بيعالجك انت واخوك زياد في المصحه النفسيه، اللي اديكي تصريح انك تخرجي. واضح كده ان انت لازم ترجع المصحه تاني. على فكره الكلام اللي هو بيقوله ده مش حقيقي، كل ده كذب. انا هروح اشوف مين اللي قالك الكلام ده. يا بنت المجانين، انت عرفت الكلام ده منين؟ ما انت يا اخويا قاعد في اداره المرور وانا احل لك مشاكلك. على فكره داليا بعد كده هتدعي لي. ايتن شوقي الكلاني مريضه بمرض نفسي مزمن، وده مثبت في تقارير مستشفيات جامعيه. ده غير انها كانت مدمنه لانواع كتيره من المخدرات وماتت بجرعه زياده منها. من الاخر زياد كان عايز ينتقم من حمزه عشان اخته كانت مفهماه ان هي حامل من حمزه. ولحسن الحظ ان الضابط اللي كان بيحقق في موت ايتن كان عارف ان انا بجمع معلومات عنها واداني خبر، ف
فكلمته وخلته يعمل تقرير طبي واثبت فيه بشكل رسمي ان هي عذراء. كانت كل حاجه متدبره. وبعد شهور من دخوله المستشفى للاسف سمحوا له بالخروج. اهو هيرجع لها تاني، بس مش مستشفى خاصه المره دي، هيرجع على العباسيه. ورجعنا لحضراتكم والجزء الاخير من حلقه النهارده، واللي بنتكلم فيه زي كل الايام اللي فاتت والايام الجايه عن المشاكل والهم والغم. مش من وجهه نظر حضراتكم طبعا، من وجهه نظر المعدين ورؤساء تحرير البرامج العبقره واللي بيكملوا شغل السوشيال ميديا او شغل العبقره اكتر في السوشيال ميديا. هو في ايه يا مدام جمانه؟ في الجزء الاخير كان ضيفي هيتكلم عن، او مش مهم كان هيتكلم عن ايه، لان انا بعتذر له لانه مش هيكون ضيفي، هو ممكن يكون ضيف الاعلاميه الكبيره جيهان لطفي اللي قاعده دلوقتي على احر من الجمر علشان تقعد من النهارده على الكرسي ده، وحتى لو كان المسمى بروفة اضاءه. شايفه قله الذوق؟ الجنينه دي ولا ايه؟ ايوه نقطع عليها الهوا؟ لو عملنا كده هتبقى بطل. سيبوها تخلص العبط ده. طبعا انا تابعت ردود الافعال على فيديو المتصل الكريم اللي اتصل شتمني فيه، واللي وصلت نسبه مشاهدته ل 4,200,000 مشاهده، واللي اتشير 8,700 مره. اسمحوا لي بقى اقول لكم دلوقتي على خبر جديد، ان في طفله اتخطفت، بس اهلها اثناء الحلقه اتصلوا بيا ان هم الحمد لله تم استرجاعها بالسلامه. والطفله دي كانت موجوده مع رحله مدرسيه، وطبعا الاهمال من مشرفين المدرسه ومن مكان الرحله، واكيد في ناس كتير قوي مروا بالتجربه المؤلمه دي سواء قدروا يرجعوا اولادهم او لا. ادي خبر مهم اهو اتقال من اعلاميه مشهوره وفي برنامج مهم. يا ترى الخبر ده هيتشاف كم مره وهيتعمل له شير قد ايه؟ اكيد انا وحضراتكم طبعا عارفين الاجابه. الموضوع هيقف عند شويه تعاطف مع البنت واهلها وبس. انما بقى لو الخبر عن حاجه ترند زي ما بنقول في شغلنا، فنانه استعراضيه تم القبض عليها، زلت لسان من مسؤول في اي كلام من كلامه، خبر كاذب واحنا عارفين انه كاذب، بس في موضوع الرغي فيه كتير شويه، كان الموضوع هيتشاف الاف المرات وهيتشير برضو الاف المرات. وابسط مثال على كده الفيديو اللي انا شخصيا غلطت غلطه كبيره قوي وعرضته واتشاف ملايين المرات، وكان عن احتمالية اتهام المقدم عمر رمضان بقتل الإعلامي الشهير أحمد هداية الله يرحمه. ومع إن النيابة العامة برأت المقدم عمر رمضان، لكن السوشيال ميديا رفضت البراءة دي، وفضل متهم في عيون شعب تويتر وفيسبوك. هو إيه اللي إحنا بقينا فيه ده؟ بقينا نتعامل مع الحوادث عادي وبنجيب كمان نفسنا قضاء من غير أي أدوات للحكم. ومش بس كده، بننتقل وبقمة الاستغراق من موضوع للتاني، مرة بأحكام معرفش بنجيبها منين، ومرة بالتريعة على ناس بيوتها غرقت في السيول والمطر، ومرة تعصب، ومرة شتيمة، ومرة شك، ومرة فتن. ايه يا جماعة اللي احنا بقينا فيه ده؟ وانا كمان زيكم غلطت وبغلط، بس انا خلاص قررت ان الغلط يقف لحد هنا. انا بعترف ان احنا بنحاول نقول لكم الحقيقة، والحقيقة ان احنا بنقول اللي نعرفه بس، واللي مش شرط يكون هو الحقيقة. وعلشان كده انا قررت أبدأ بنفسي وتقدم لحضراتكم باستقالتي مش لإدارة القناة، وبقول لكم أنا أسفة، أسفة على مشوار مشيته معاكم كان كل همي مصلحتي، أسفة إني لوثت سمعة ناس أبرياء علشان أكون ترند على السوشيال ميديا، أسفة إن خبر خطف طفلة ما بقاش له الأولوية ولا الوجود على أي شاشة، لأنه بقى خبر مكرر وعادي بالنسبة للإعلام، مع إنه حادث ممكن يخلي أسرة بأكملها على حافة. أشوف وشكم على ألف خير، بس مش قدام الكاميرات، في البيوت، في المصانع، في المواصلات، في الغيطان والميادين، في الجوامع والكنايس، في بيوت الناس الطيبة، لأن الأماكن دي هي اللي فيها الخير بجد. تحياتي لكم جمانة شرف، وقبل الحدث. Спасибо.
مش عايزك تقلقي ولا تخافي عليا. انت شفت اهو الجمانه بتقول ان انا بريء وعلى الهوا. امال قدمت استقالتك ليه؟ عشان بتوع الفيسبوك ما يخبطوا دماغهم في الحيط. انا قدمت استقالتي عشان ارجع اثبت براءتي. اكيد الناس اللي صوروا الفيديو اللي ورطني عندهم برضو الفيديو اللي برأني. انا عندي استعداد يا ماما اعمل اي حاجه في الدنيا بس الفيديو ده يبقى في ايدي. هتوصله ازاي؟ هتلاقيه فين يعني الفيديو ده؟ ربنا يسهل يا ماما. وجمانة بتعمل محاولة. ربنا كبير. نسرين هتتواد زي اختي طبعا. طبعا يا ابي عمر. الكلام اللي انت سمعتيه ده ما يطلعش بره ولا حتى لاهلك. حاضر اكيد اكيد يا ابي. طب يلا قوم اعملي لنا بقى فنجانين قهوه وري حماتك شطارتك. من عينيا. عمرها ما عملتها عدله. حاضر. قومي يا حبيبي خدي 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 تليفونك ده بعدين حد يطلبك اللي انت رميه في كل حته. اجري يلا. ربنا معاك يا حبيبي. مالك يا احمد في ايه؟ من ساعة ما رجعت وانت مش مظبوط. فضفض لي يا حبيبي. حبيبك؟ طبعا حبيبي. ده انت اللي حببت يا سلمى. انا بحبك قوي والله. طب عندك بقى؟ خليك بقى عند الكلمة دي، رايحة وراجعة لك حالا. انا قلت لك قبل كده يا حمزه هيجي وقت وعلاقتك انت وداليا هيبقى فيها اختبار صعب جدا عليك. عندك حق عندك حق يا سامح. بس بعد كل اللي حصل النهارده ده مش هو ده الاختبار الصعب. قصدك ايه؟ داليا كانت حامل واجهضت النهارده. حمزه انا يا بنتي ايه بقى؟ مش هتخش تغيري هدومك؟ ينفع قاعده بلبسك كده؟ معلش يا سلمى ثانيه واحده. حمزه انا كنت عايزه اتكلم معاك ينفع؟ حمزه في مصيبه. الويب سايت الزفت ده منزل خبر عنك دلوقتي حالا. مكتوب عاجل اغتيال الرائد حمزه الصراف على الطريق الدائري بالقاهره. نهار اسود. يعني ايه؟ انا مش فاهمه يعني ايه؟ يعني ايه اغتيال حمزه الصراف؟ يعني ايه؟ مش فاهمه. معرفش. اه فرح الحقني يا حمزه. ايوه حمزه بيه. الخبر اللي نزل من ده عن اغتيالك اتضح ان مصدره اللابتوب الخاص بالاستاذه فرح فتحي الصياد وجري تنفيذ اللازم.